يلا نبتدي اللي بعده. ماشي، اختيارات انتوا بس اللي هجاوبوا برضو، ما عرفتوش عندكم وسائل المساعدة. كل ما يلي من الحيوانات ما عدا القرد، النعامة، الحصان. يلي؟ ايه يعني كل دول حيوانات ما عدا حاجة واحدة، قرد، نعامة، حصان. نعامة. نعامة، برافو. ماشي ماشي، انت هتقولوا لي ايه اللي جاي ده؟ جيرمن شيبرد وتشيواوا وهاسكي، دول كلها انواع كلاب، زرافات، فئران. كلاب. كلاب طبعا، يا سلام، ودي محتاجه. ماشي، بطل مسلسل الكبير قوي، احمد رزق، احمد رمزي، احمد مكي. احمد مكي طبعا يعني. ماشي، بطلة مسلسل خلي بالك من زيزي، أمينة خليل، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد. دينا الشربيني. دينا الشربيني. لا، كانت أمينة خليل يا ولاد. كانت أمينة خليل. ماشي، قلعة قايتباي مكان أثري شهير يوجد في محافظة القاهرة. اسكندرية. يا راجل، اسكندرية أجدع ناس، برافو. قال لك على طول من غير ما تديله اختيارات. ماشي، نبات أخضر صنع منه الفراعنة ورق للكتابة، النبات البردي، الجرجير، الكتان. 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 هو ده اللي كنا بنكتب عليه الكتان، ولا البردي، ولا الجرجير، ولا البردي؟ البردي. البردي. ماشي، اوكي، ماشي. طيب احنا خلصنا الحقيقه يعني، وانتوا طلعتوا شاطرين، انتوا الاثنين الفريقين اشطر من بعض الحقيقه ومصحصحين كده. بس عايزين نعرف بقى، هل انتوا كلكم مصحصحين ومفوقين في التوازن ولا لا؟